مش بس بقى المكاسب الإنسانية، لكن كمان عندنا مكاسب اقتصادية. ومن اليوم الأول لقمة المناخ واحنا بنتكلم مع حضراتكم، وان احنا دايما نقول قد ما يبدو انه العمل في مجال حماية العالم والكوكب من أخطار ارتفاع درجة الحرارة اللي ممكن يؤدي، أو تغيرات المناخية وتأثيراتها الكبيرة اللي ممكن يغير شكل الحياة على الأرض، الموضوع كبير. قد ما الهدف يبدو إنساني، قد ما تنفيذه صعب جدا، لأنه مرتبط بجانب اقتصادي خطير وعميق جدا. الجانب الاقتصادي ده كان طول الوقت بلاد زي مصر تتكلم عن قدرتها وملائتها لتحقيقه، الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، الطاقة الخضراء والنظيفة، لكن كان طول الوقت هو التحدي الاقتصادي، مين الاستثمارات الضخمة اللي ممكن تيجي تشتغل وتستثمر في هذا المجال في مصر. ده حصل السنة دي في كوب 27. سمعنا السنة دي عن اتفاقيات متعلقة بالوقود الأخضر، بإنتاج الطاقة النظيفة في مصر، بالطاقة الجديدة والمتجددة. بالمناسبة احنا عندنا هيئة محترمة في مصر اسمها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بتشتغل من أكتر من، مش عايزة أقول رقم غلط، بس من سنين طويلة جدا على هذه المشروعات. عندنا مشروعات، عايزين نفهم إيه المكتسبات الحقيقية اللي مصر حققتها، مش بس ليها لكن العالم كله، بتنفيذ هذه المشروعات في مصر. معنا على التليفون دكتور مجدي علام الخبير البيئي. دكتور مجدي مساء الخير. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا دكتور مجدي. احنا بنسمع كتير عن مشروعات الطاقة الجديدة، وتاني هشارك حضرتك بجملة، كنا دايما لما نقول الطاقة الشمسية كان الناس تتخض وتقول لا غالية قوي علينا، دلوقتي بقينا نسمع حاجات أجدد وأحدث وأكثر يعني تطورا. فكرة غالية بقى أو مش غالية، إيه اللي اتغير في الموضوع ده، وإيه الاتفاقيات ممكن تساعدنا فيه؟ وطبعا هي أولا اسمها نيو أند رينيوبل إنرجي، يعني هي الطاقة الجديدة والمتجددة. هي ميزة إنها ما بتحصلش ليها نفاذ، يعني البترول ليه كمية وهتخلص، الفحم ليه مخزون وهيخلص، لكن أنواع الطاقات الجديدة والمتجددة ما بتخلصش لأنها معتمدة على عناصر طبيعية ربنا خلقها. يعني احنا بناخد أشعة الشمس وبنركزها وبنعمل بيها، النهاردة الفلاح المصري في قرى الصعيد بيشغل الترمبات لرفع المياه، بترمبة بتعمل بالطاقة الشمسية، قدامه عبارة عن 3-4 يعني لوحات كبيرة بتجمع أشعة الشمس وتحول ده إلى موتور يشغل مكنة الري، وبالتالي من غير ما يجيب بقى كل يوم ينزل يشتري ديزل أو يشتري وقود عشان مكنة الري أو يصلحها أو غيره. إمكانية ده يا دكتور، أنا بسأل عن الفرق الأسعار الكبير. كان دايما التحدي اللي عندنا عشان نستخدم الطاقة الجديدة والمتجددة كان تحدي اقتصادي، هل ده اتغير؟ اتغير خالص. اتغير دلوقتي التكلفة تقريبا بنسبة الربع من اللي كان من 5 سنوات، يعني من 5 سنوات كانت التكلفة أعلى 5 مرات عن الوضع الحالي. دلوقتي زي ما بقول لحضرتك الخامات متوفرة، العمالة نفسها متوفرة، حتى التدريب لشباب الفلاحين بيعرف دلوقتي يتعامل مع كل أنواع الطاقة الجديدة والمتجددة. طبعا أشهرها وأسهلها هي الطاقة الشمسية. وفي نفس الوقت لما بيبقى في يعني ميجا بروجكت أو مشروعات كبيرة، لا تم موجود مثلا محطة بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، أكبر محطة توليد كهرباء بالطاقة الشمسية في العالم، دي مشغلة على فكرة نسبة طاقة كهربائية غير عادية. عندنا طاقة الرياح في الزعفرانة في البحر الأحمر، طاقة الرياح بتؤدي دور غير عادي، وكل كل دي طاقات نظيفة. دكتور مجدي كمان نظيفة. من الحاجات اللي عاوزين نفهمها الوقود الأخضر، كلمة بتتردد وبتتكرر كثيرا، إيه هو الوقود الأخضر وإزاي، أو إيه الاتفاقيات اللي تمت بشأن الاعتماد على الوقود الأخضر في مصر؟ هو الوقود الأخضر هو الوقود صديق للبيئة، أي حاجة بتبقى صديقة للبيئة ما بتعملش تلوث بنقول عليها إنها خضراء. حتى برامج التنمية نفسها اللي بتعملش تلوث بنقول عليها برامج تنمية خضراء. الوقود الأخضر غير الوقود الأزرق، الوقود الأخضر هو كل أنواع الطاقة اللي ممكن تبقى طاقة نظيفة ومستدامة، يعني ما بتبقاش معتمدة
على بير بترول بيخلص او منجم فحم بيخلص، وبالتالي ده هذا الوقود الاخضر موجود دلوقتي في مصر ثلاث انواع. النوع الاول هو البايو جاز اللي بيستخدم من المخلفات الزراعيه، وده غير الغاز الحيوي اللي هو بيجي في موسير الغاز للمنازل، ده نوع من انواع الطاقه الجديده والمتجدده. والتاني برضو نوع تاني من الطاقه الجديده والمتجدده بس بيعتمد على اعاده تدوير المخلفات. اضيف ليهم الهيدروجين بفصل الهيدروجين عن الاكسجين في الميه، ويستخدم الهيدروجين كوقود جديد. وده يمكن مصر وقعت ثلاث عقود الست شهور الماضيه مع الشركات الكبرى لتوليد هذا النوع من انواع الطاقه اللي بيحتاج طبعا نوع من انواع التبريد والنقل للخامات. لكن احنا مشكورك يا دكتور، بشكرك دكتور مجدي علام الخبير البيئي. الحديث عن التحول الاخضر اذا كان لكل الدول نصيب فيه، فمصر من الدول المحظوظة جدا المباركة جدا اللي عندها كل الامكانات اللي تؤهلها لده. زي ما دكتور مجدي كان بيقول، طاقة رياح عندنا طاقة رياح، طاقة شمسية عندنا طاقة شمسية، الهيدروجين الاخضر اللي العالم كله بيتكلم عنه دلوقتي نقدر انه ننتجه في مصر اذا ما توفرت لينا الاتفاقات المالية الملائمة اللي تساعد على انتاج ده.